في أجواء مليئة بالبهجة والمشاعر الفياضة، احتضن مسرح الدانة بالصخير مساء الأحد 12 ديسمبر 2021 حفل تخريج الفوجين 15 و16 من طلبة الجامعة الأهلية تحت رعاية السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة الجامعة. وأعرب لكم عن صادق مشاعري وبأن جامعتكم قد جسدت مسيرة بناء وعطاء مستمر التي آمن روادها الأوائل وقادتها إيمانا راسخا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أعظم استثمار. أقدامي من الزمان خطت فيهم الجامعة الأهلية خطوات واعدة بإنجازاتها، فبدوره أعلن الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله الحواج عن دور الخريجين وفضلهم إلى جانب أساتذتهم في تحقيق مستويات الجودة المتقدمة للجامعة محلياً وعالمياً. 20 عاماً من التميز اعتلينا فيها أعلى المنصات في البحث العلمي، كما تم تصنيفنا من قبل مؤسسات التصنيف العالمية لنبلغ المرتبة 13 عالمياً في جودة التعليم. ولأن طموحات الجامعة الأهلية تكبر وتتلاقى مع الطموح الوطني للتعليم العالي، خاطب رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي الحفل بالتأكيد على أن الجامعة الأهلية ستحافظ على تصدرها وتميز خريجيها، مبشراً بمجموعة من التخصصات الجديدة في المرحلة المقبلة. أجمل المشاهد وأكثرها تعبيراً عن فرحة التخرج كانت بين الخريجين الذين عبروا عن مشاعرهم تجاه وطنهم وقيادتهم الحكيمة وجامعتهم وأساتذتهم وأولياء أمورهم، اعترافاً بأفضالهم ووفاءً لهم. هنا لحظة وفاء رائعة، حيث أهدى طلبة الجامعة الأهلية لوطنهم ولجامعتهم أوبريت غنائي ألهب مشاعر الحاضرين. عاش الملك عاش اللي دايم بيننا، عاش الملك عاش اللي دايم بيننا، حمدنا يا عاهلنا يا ملكنا، حمدنا يا عاهلنا يا ملكنا، حمدنا له كل قلوبنا. إنه التتويج الباعث على الفخر والاعتزاز، فحفل تخريج الفوجين 15 و16 يأتيان متسلسلان بعد 14 فوجاً من الطلبة الذين خرجتهم الجامعة في السنوات الماضية. وتمضي مسيرة الجامعة الأهلية نحو المستقبل بخطى واحدة.